وهلا صارت معي كارمن بسايبس. اهلا وسهلا. ثانك يو. هاي كيف ثانك يو سو ماتش. انت كمان فرجينا فرجينا الدرس كتير حلو بيوتيفول. يعني خبرينا اليوم انت مرشحه لفئه كتير مهمه، الممثله المفضله عن فئه الافلام بالعارف، قديش مبسوطه صح. وسعيده بالترشيح. مبسوطه كتير بوجودي هون، مبسوطه اني مرشحه لجائزه افضل ممثله سينمائيه، ومبسوطه اني مرشحه مع مجموعه فنانين هالقد بحبهم وهالقد بقدرهم وبقدر فنهم وموهبتهم، فمبسوطه كثير اني موجوده هون وهي اول مره لي بالسعوديه. شو رايك طب بالاجواء باللافندر كاربت اول ما دخلتي؟ الفانز الاضواء كثير كثير حلو. الفانز يعني عن جد لو ما الفانز يعني نحن اليوم ما بنكون هون. اكيد الفستيفال فيري اورجنايزد، كثير حلو، كثير جلامرس، كثير منظم. معك بالترشيحات اسماء كثير كبيره صح. بس عرفتي انك موجوده بينهم هيك قلقتي خفتي بتحبي هيك شو حسيتي؟ ما بتحبي الخساره ولا ما عندك مشكله؟ ما عندي مشكله ابدا وابدا ما فكرت هيك، كنت كثير مبسوطه وفخوره اني مرشحه مع ممثلات هالقد بحبهم وهالقد بقدرهم. يعني بالعكس هيدا لحاله بالنسبة لإلي ربح، ومن هون وطالع يعني كلنا ربحانين اكيد. وهلا بلش عروس بيروت 3 صح. والجمهور طبعا كثير مبسوط، ويعني الهايب للمسلسل كثير كبير. هالمره قولي لي شو رح تعملوا بتاع لشمعون، اذا فيكي تخلينا هيك من غير ما تحرقي لنا احداث، شو بتقولي للجمهور؟ بدون ما احرق احداث في اقول للجمهور انه دائما رح يكون في سسبنس، رح يضل في مشاكل دائما بين سوريا والست ليلى، بس هيدي السنه لا في شيء اعمق، في علاقه حلوه كثير، في صداقه حلوه كثير، في امومه بيناتهم. حلو ايه. والمسلسل كله احداث كتير حلوة، وإن شاء الله يكونوا الناس عم يستمتعوا ببداية الجزء الثالث. أكيد والناس بتحبك كتير أنت وظافر العابدين. قولي لي سيزن ورا سيزن أديه الكيمستري بينكم عم يصير أحلى أون سكرين وأوف سكرين؟ أكيد إنه كتير بيساعد بس يكون في كيمستري بين الممثلين على السات، ونحن بيهايند سينز عن جد كلنا كتير الأجواء حلوة بيناتنا، وبعتقد هيدا الشيء اللي خلى هيدا المسلسل ينجح وهالقد يكون قريب لقلوب الناس. أكيد طبعا. واليوم إحنا بالجوي أوردز أكيد، انت شو الشيء اللي بيجيب لك الفرحه من اسم جوي؟ متى بتكوني مبسوطه؟ متى بتكوني فرحانه؟ كون مبسوطه بس يكون عندي الاشياء السيمبل بالحياه. اي انجوي ليتل ديتيلز بالحياه. الجوي هو تكوني مع الناس اللي بتحبيهم، هو تكوني مع اهلك، مع عائلتك، مع الناس القراب لك، هيدا هو الجوي، وتكوني عم بتحققي شيء للمجتمع، يكون الناس اللي حواليك. اكيد اكيد. شكرا كثير لك وبست اوف لك لك.